بدأت الشركة المنتجة لفيلم أسماء في إطلاق الحملة الدعائية للفيلم والذي تدور أحداثه حول أرملة تعاني مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز وتقرر عدم الاستسلام له، فتخوض حربا عنيفة ضده سواء بالسعي لعلاج نفسها أو بث الأمل في قلوب كل المصابين بالمرض. من المتوقع أن يثير الفيلم الكثير من الجدل فور عرضه بدور العرض السينمائي لجرأته في الموضوع الذي يتناوله. الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة ومن بطولة هند صبري وماجد الكدواني وسيد رجب وهاني عادل وأحمد كمال. أنا عارفة إن أنت بقى كل اللي بتعرفك، اللي تعرفك ما تلاقيش راجل بعدك يا معلم. الست لما بتتحضن حضن بجد بتحس إنها ست فعلا. شايفاكي يا بنت، شايفاكي.